السلام عليكم. حكينا بالجزء الأول من المحاضرة عن الأنيورزم بشكل عام، وأخذنا الأبدومينال أورتيك أنيورزم والثوراسيك أورتيك أنيورزم. تكملة لموضوع التوتوريال هو الأورتيك دايسكشن. الأورتيك دايسكشن معناه وجود الدم داخل جدار الوعاء الدموي للأبهر، لأن الأورتيك الأبهر، وجود دم أو وجود collection of blood inside the wall of the blood vessel أو inside the wall of aorta و specifically in between the layers of the media of the tonica media of the aorta. Aortic dissection, the most common cause for aortic dissection is hypertension, ارتفاع الضغط. أي إنسان عنده ارتفاع ضغط خصوصا الضغط العالي ممكن يكون معرض للأورتيك دايسكشن. أيضا connective tissue disease مثل whether acquired أو inherited disease، يعني مثلا عندنا المارفان سيندروم اللي قلناه في بداية المحاضرة. المارفان سيندروم there's a mutation in Marfan syndrome there's a mutation in the fibrillin gene which encode fibrillin protein which responsible for matrix formation، يعني هو one of the structural protein. فإذا يكون هناك ضعف في جدار الوعاء الدموي، فإذا مارفان سيندروم ممكن يسوي لك انيورزم، وممكن يسوي لك انيورزم ودايسكشن في نفس الوقت. اياتروجينيك، كلمة اياتروجينيك كل ما تمر عليكم معناها نتيجة التداخل الطبي، نتيجة تداخل طبي. هاي معناها كلمة اياتروجينيك. اياتروجينيك يعني اكو نسوي مثلا في البروسيجر الجسم الانسان ويسبب لنا هاي المشكلة. في حالة الأورتيك دايسكشن شنو البروسيجر، ميديكال بروسيجر which can cause aortic dissection، هو الارتيريال كانيوليشن. يعني يحطون مثلا كانولة، بس يعني فد سبيسيفيك كانيولة، ما هي كانولة الصغيرة اللي تفوت بالفين، سبيسيفيك كانيولة. هاي يستعملون مثلا أثناء القسطرة أو أثناء عمليات يعني ميجر سيرجري، مثلا ميجر كاردي اوبن، مثلا اوبن هارت بروسيجر يعني عمليات القلب المفتوح، مثلا يحتاجون يسوون قسطره للابهر فيحطون كانولا بالابهر. هاي الكانولا ممكن تسبب لنا ايورتيك داسكشن. بريجنانسي، وهاي رير، الحمل رير، كلش رير، حالات جدا نادره انه يصير ايورتيك داسكشن دورينج بريجنانسي. وهاي عاده اسبابها الهرمونال فاكتور that can cause vascular remodeling، يعني هرمونات تأثر على تركيب الوعاء الدموي فممكن تسبب لنا aortic dissection. مثل ما قلنا aortic dissection هو وجود الدم داخل الوعاء الدموي. فإذا تخيلنا هذا المخطط الوعاء الدموي هو الأبهر، هنا طبعا ماكو dilation of the aorta أو dilation of the blood vessel، فهو مو aneurysm، هو مو aneurysm. There's just accumulation of the blood inside the wall of the blood vessel أو in between the layers of the tonica media، in between the tonica media layers of tonica media أو in between the cells of tonica media. فيتجمع الدم فيسميه aortic dissection. لكن هذا الدم شلون يدخل لجدار الوعاء الدموي؟ عن طريق tear in the intima، تمزق بالانتما. تعرفون blood vessel intima وميديا وادفنتيشيا، فحتى يقعد الدم او يخترق الدم التونيكا ميديا يحتاج انه الانتما يصير بها تير، تمزق، حتى يفوت الدم من داخل اللومن. يعني احنا المفروض الدم يفوت او يمر داخل الوعاء الدموي، ما يدخل جدار الوعاء الدموي، لان الوعاء الدموي انتاكت، يعني الانتما انتاكت لاين بايند اوثيلال سيل. لكن اذا صار انتمال تير، تمزق بالانتما، طبعا الدم حيتجمع داخل التونيكا ميديا، داخل التونيكا ميديا يتجمع. هذا الانتمال تير شنو سببه؟ ما حد يعرف لحد الان. بعض النظريات تقول نتيجه الضغط العالي، لانه مثلا احنا قلنا patient with hypertension susceptible to dissection، فهذا وجود الدم تحت الضغط العالي، الضغط الدموي العالي، ممكن يسبب لنا endothelial injury وبالتالي intimal tear، فيتجمع الدم تحت الضغط بالتونيكا ميديا ويسبب لنا aortic dissection. هذا مخطط normal histology of the blood vessel، هاي الانتما،
الميديا الادفنتيشيا الانتيما لاين باي اندوثيلوسيا وراها انترنال الاستيك لامينا بعدين سموث مسل اوكسترا سيلور ماتريكس هاي السموث مسل خلايا المغزلية وان بتوين ولو هي مو كش بين ان بتوين هو الماتريكس الاستين كولاجين هاي الميجر ستراكشر بروتين that can that give strength to the media وبالتالي strength to the whole wall of blood vessel. بالادفنتيشيا الفازا فيزورم هاي الفازا فيزورم اللي هي الأوعية الدموية اللي تزود أو تحمل المواد الغذائية للأوتر ميديا على مدى تعيش بينما الإنر ميديا يجيها البلد مثل ما قلنا بالجزء الأول through the intima البلد through the lumen sorry blood inside the lumen of a blood vessel ف ال inner media إذا ال inner media تعتمد على ال diffusion of nutrient through the lumen the blood in the lumen بينما ال outer media الميديا الخارجية تعتمد على ال vasa vasorum فمثلا ناخذ مثال ال hypertension the most common cause of aortic dissection ال hypertension cause vasoconstriction في ال of vasa vasorum ومن يصير فيزو كونستكشن بالفازا فيزورم حيقل وصول الدم الى الاوتر ميديا فتموت الخلايا تموت السموث مسلس بالاضافه الى يصير ديجنريشن اوف كولاجين والاستين نتيجه لانه من هاي الخلايا تموت بعد ماكو شيء يعوض او ماكو شيء يعني هاي الخلايا مسؤوله اصلا عن انتاج الكولاجين والاستين فمن دا تموت هاي الخلايا بعد ان الكولاجين والالاستين يصير بهم ديجراديشن يعني يصير بهم تحلل وما حد يعوضهم لانه ماكو الخلايا المنتجه لهاي البروتينات تموت هاي الخلايا وتموت ايضا هاي البروتينات فطبعا يصير شنو هنا يصير ضعف بالتونيكا ميديا وبالتالي ضعف بالوول اوف بلاد فيزل فممكن يصير نيورزم لكن قبل ما يصير نيورزم اذا صار عندنا انتمال تير انتمال تير نتيجه ضغط الدم العالي فيتجمع الدم داخل التونيكا ميديا ويسوي لنا ايورتيك دايسكشن فاذا الضغط ممكن يسبب لكم انيورزم وممكن يسبب لكم دايسكشن وممكن في حالات قليله يسبب لكم بوث دايسكشن وانيورزم في نفس الوقت هذا الهايبرتنشن لكن هنا الملاحظه المهمه اللي اريدكم تنتبهون عليها انه احنا قلنا بالانيورزم واحد من اسباب الانيورزم يعني قلنا اهم سببين للانيورزم الاثيروسكلروسيس تصلب الشرايين والضغط الهايبرتنشن بالدايسكشن الايورتيك دايسكشن بس الهايبرتنشن هو السبب الاثيروسكلروسيس اصلا ما يسبب دايسكشن يعني الاثيروسكلروسيس ابدا ما يسبب دايسكشن ليش؟ لانه الاثيروسكلروسيس عاده اكو هنا ميديال فايبروسيس ميديال فايبروسيس وهذا الفايبروسيس يعني حتى لو نقول اكو انتمال تير انتمال تير ويدخل الدم هذا الدم حيلقي فايبروس تيشو فما يقدر يفوت بالتونيكا ميديا ما يقدر يفوت لانه ماده يعني ماده متليفه التونيكا ميديا تكون متليفه فما يقدر الدم يفوت ان بتوين ذا سيلز اوف ذا ميديا وبالتالي ما يصير دايسكشن هذا الفرق الانيوريزم اسوشيتد وذ اثيروسكلروسيس الدايسكشن نوت اسوشيتد وذ اثيروسكلروسيس نتيجه للميديا فايبروسيس او ميديا سكار الفايبروسيس والسكار يعني alternative term هنا ايضا مخطط اخر لل aortic dissection تشوف هنا طبعا ال aortic valve وهنا بداية ال aorta aortic ascending aorta aortic arch وهنا طبعا common carotid و subclavian artery وبعدين عندكم ينزل ال thoracic aorta هم descending ثم يتحول الى abdominal aorta بعد ما يعبر ال diaphragm بال abdominal cavity ويصير bifurcation فهي يعني هذا الاناتومي اوف ذا اورتا اللي هو الابهر شريان الابهر اكبر شريان موجود في الجسم طبعا هنا مكان الانتمال تير مكبر لكم اياه تشوفون اندوثيلال سيل اللي هي الانتما بعدين الميديا وهنا تلاحظون سموث مسل سيل والادفنتيشيا فذاكو انتمال تير الدم حيدخل اندر بريشر اندر هاي بريشر of the hypertension يدخل بالميديا ويتجمع ويسوي لكم dissection إذن aortic dissection تعريفها collection of the blood collection of the blood in between the layers of the tonica media grossly يعني
مورفولوجي. المورفولوجي مقسم إلى قسمين جروسلي ومايكروسكوبيكالي. جروسلي هو ما نشاهده بالعين المجردة، مايكروسكوبيكالي هو ما نشاهده تحت المجهر. فجروسلي هاي ثراسك أورتا مفتوحة، من يعني مفتوحة، خلينا نعتبر الأورتا مثل الصعدة. فمن تفتح هاي الصعدة يعني صار عندك مثل layers، أو سوري تفرشها، تفرشها الأورتا. فهذا هاي open aorta، يعني كانت مغلقة مسدودة مثل الصعدة، ومن تفتحها تفرشها قدامك تصير طبقة واحدة. فهنا طبعا هذا كله أورتا مفتوحة. تلاحظون هنا شكو intimal tear، دي أشوف بالبروب على الانتيمال تير، تمزق، مكان تمزق الانتيما. زين هذا شنو؟ هذا الهيماتوما او كولكشن اوف ذا بلاد انسايد ذا لاير اوف اورتا. من جاء هذا البلاد؟ من دخول الدم من الداخل من اللومن الى انسايد ذا وول اوف بلاد فيزل ثرو ذا انتيمال تير. فالدم دخل من اللومن ثرو ذا انتيمال تير انسايد ذا تونيك ميديا، فمتجمع. فهذا اورتيك دايسكشن. الانترستنج فيتشر هنا تشوفون هاي الطبقة الصفراء، هاي المشعل بالسهم الأسود، الطبقة الصفراء اللي هي حدودها هنا، هذا اثيروسكلروتيك بلاك، تصلب شرايين. هذا تصلب الشرايين رغم اكو ايورتيك دوسكشن فوقه، هذا تصلب الشرايين ما متجمع الدم داخله. ليش؟ لان اكو ميديال فايبروسيس. فهذا الميديال فايبروسيس وقف تجمع الدم، يعني الدم اتجمع هنا، من وصل للمنطقة اللي فيها اثيروسكلروسيس وقف، بعد ما يقدر يتجمع داخل الميديا. ليش؟ لأن because of the presence of medial fibrosis due to atherosclerosis اللي حكينا عليها. فإذا aortic dissection not associated with atherosclerosis، مو مثل الانيورزم، مو مثل الانيورزم. الانيورزم associated with both hypertension and atherosclerosis. أتمنى هاي الملاحظة تبقى ببالكم. طبعا هذا الدم المتجمع اذا يتجمع ويصير بعدين رابتشر، يعني الادفنتيشيا تنفصل، انه كميه الدم كبيره فما يتحملها، ما تتحملها اللاير اوف ادفنتيشيا وتنفجر، فيسبب نزيف داخلي وممكن يموت المريض. هاي واحده من الكومبليكيشن في aortic dissection، نفس فكره الانيورزم اللي ممكن يسوي رابتشر وهيموراج. مايكروسكوبيكالي هاي الانتما، هذا الانتما، هاي الاندوثيليال سيل، هاي الانتما، هاي الميديا، وهاي الادفنتيشي. ده تلاحظون هاي الار بي سي، الخلايا كريات الدم الحمر، هذا البلد المتجمع انسايد ذا ميديا او ان بتوين ذا لايرز اوف ذا ميديا انسايد ذا وول اوف بلاد فيزل. فهاي صورة الايورتيك دايسكشن، كولكشن اوف ذا بلد وذن ذا لايرز او اللامينار بلينز، عادي لايرز او لامينار، طبقات التونيكا ميديا. Collection of the blood within the laminar planes or within the layers of tonic media of the blood vessel. هذا كل الدم، وهي طبعا الخطوط مال الإلاستيك فايبر مال الميديا of the blood vessel. طبعا هذا blood vessel هو الأورتا. أيضا additional picture، هذا الانتما، هذا blood collection of the blood inside the tonic media. هاي كلها الميديا. بوع الميديا هنا قد ضخمة. ليش ضخمة؟ لأنه major blood vessel، one of the يعني هو the greatest blood vessel inside the human body هو الأورتا، لأنه هو الشريان، أكبر شريان بالجسم. فالتونيكا ميديا شوفوا حجمها كبير، وهنا collection of the blood inside the media، هاي الأدفنتيشن. طبعا هذا البلد يدخل، شلون يدخل الميديا؟ عن طريق اكو انتيمال تير، ما واضح بالصورة، المفروض انتيمال تير فوق، فيدخل البلاد انسايد ذا تونيك ميديا. من المفارقات، يعني من المفارقات اللي تصير، انه الدم يتجمع ويصير انتيمال تير في مكان ثاني. فهذا البلاد يدخل عن طريق الفيرست انتيمال تير، يتجمع هنا، بعدين يخرج عن طريق السكند انتيمال تير. يعني شلون التحويله يصير؟ التحويله يدخل باول تير وبعدين يتجمع ويدخل بثاني تير ويرجع للومن اوف بلاد فيزل. هاي الفيتشر تخلي عندنا تو لومن اوف بلاد فيزل، اللومن الحقيقي واللومن الثاني اللي هو انسايد ذا وول اوف بلاد فيزل. تو لومن يصير عندنا، تو لومن او تو فاسكولار شانل. هاي يسموها الحاله دبل بارل اورتا، دبل بارل اورتا،
دبل دبل. ليش دبل؟ لأنه تو لومن، دبل بارل أورت، يعني تخيل مثل البرميل اللي بتجويفين، هذا التجويف وهذا التجويف. هذا طبعا ده تلاحظون، هذا طبعا الايورتيك فالف البي 3 كاسب، ايورتيك فالف بي 3 كاسب، وهذا فوقه مباشره، يعني هاي بدايه الايورتا، بدايه الايورتا. لاحظوا الانتيمال تير هنا صاير، الانتيمال تير يعني قريب كلش من الليفت فينتركل، هذا الليفت فينتركل. وهذا طبعا طبعا الايورتيك دايسكشن ممكن يسوي اكستنشن، يعني احنا مو الدم ده يتجمع، الدم ده يتجمع فيبدي يمشي يمشي يمشي. اذا يمشي انسايد ذا هارت، اذا يمشي انسايد ذا هارت يتجمع، يبدي يتجمع بالوول اوف فينتركل او بالبريكارديال سبيس، بالبريكارديال سبيس في ساعتكم كاردياك تامبونيت، كاردياك تامبونيت اللي هو اكوموليشن، ماسيف اكوموليشن اوف ذا بلود انسايد ذا بريكارديال سبيس. ليش هذا الدمنجاي من الاكستنشن اوف ذا بلود inside the wall of aorta toward the heart، لأن هو اتصال aorta بالheart. لكن أحيانا هذا الاكست، هذا أحيانا هذا الاكستنشن يمتد proximally، يعني يمشي ويا الأورتا، يمشي ويا الأورتا. فهذا طبعا wall of aorta مفصول حتى يراويكم مكان تجمع الدم inside the wall. هذا هو dissection plane يسموه، يعني هاي ميديا، طبقتين من الميديا مفصولات بتجمع الدم داخل الأورتا. فشوفوا هو الانتيمال تير هنا، هذا طبعا داخل الوول كله يتجمع الدم، يتجمع الدم هنا، وشوف ايش قد ماشي مسافه، ماشي مسافه كبيره، يعني هو التير هنا بس وين واصل الدم هنا. هذا هو واحده ايضا another complication، another complication of aortic dissection هو الاكستنشن اوف dissection، وهذا يسوي مشاكل، لان هذا الاكستنشن اوف dissection وين يتجمع الدم. هذا تجمع الدم مثلا يضغط لك على الكمان كاروتيد، او يضغط لك على السبكليفيان، فمن يضغط لك على السبكليفين ارتري يسوي اسكيميا، وبالتالي نكروزز اوف ذا تيشو. ولانه السبكليفين ارتري مثلا ميجر فيزل يزود الابر ارم، يساعدكم طبعا اسكيميا بالابر ارم او الارم كلها، لانه ما يوصل الدم للذراع، فتبدي العضلات تموت، الاعصاب تتاثر، وانت تخيل بعد شو يصير مشاكل. اذا هذا الدايسكشن دا يضغط على الكمان كاروتيد، الدم الواصل للدماغ يقل، فحتى ممكن يصير patient عنده ischemia، يعني العفو ischemia to the of the brain، أو ischemia بالface، أو ischemia بالneck muscle، وهي مش يعني، وبالتالي يصير necrosis. فإذا necrosis involve the neck muscle تموت الخلية ويصير مشكلة بالعضلات مانع عنق. إذا الischemia يعني تضرب، يعني توصل تأثر على brain يصير stroke، يعني جلطة دماغية نتيجة قلة وصول الدم للدماغ في ستروك. فهاي شوف هي بداية الدايسكشن بالأورتا، بس شوف التأثيرات اللي تصير. إذا رابتشر يصير نزيف داخلي، إذا يضغط على ميجور فيزل، فهذا الميجور فيزل حيقل وصول الدم، لأنه اللومن حينضغط عليه فيقل، يقل الدياميتر اوف ذا لومن اوف ذا بلاد فيزل، فكمية الدم الواصلة للجزء تقل. فإذا السبكليفين ارتري يتأثر الارم، اذا الكمان كاروتيد يتاثر البرين، او الـ او التيشو اوف ذا فيس، او تيشو اوف ذا نيك، وهكذا. واحده من العلامات اللي حكيناها بالايورتيك انيورزم هو سيستيك ميديال ديجنريشن، وقلنا سيستيك ميديال ديجنريشن جايه من كلمه ديجنريشن، ديجنريشن اوف الاستيك فايبر انسايد ذا ميديا، فتسوي area of loss. هاي area of loss يشبهها نوع cystic spaces، وهاي عادة تنشاف بصبغة elastic tissue stain اللي حكينا عليها، elastic tissue stain اللي تصبغ elastic fiber باللون الأسود. فإذا تلاحظون هاي طبعا كلها tonic media، normally المفروض عندك the blood elastic fiber تمشي in continuous parallel line، خطوط متوازية مستمرة، لكن تلاحظون هنا خطوط متعرجة ومتقطعة، يعني هنا ماكو لاستيك فايبر، هنا ماكو لاستيك فايبر. شو عرفنا ماكو لاستيك فايبر؟ ماكو خط أسود، وهنا خط الأسود متعرج، بينما هنا خط الأسود ده تشوفوه نايس بارليل، يعني متوازية وكونتينوس. هذا النورمال، هذا الأب نورمال. ليش هذا صار؟ because of degeneration of elastic fiber، degeneration of elastic fiber بالإضافة لل lose of the smooth muscle.
الديجنريشن اوف الاستيك فايبر لوز اوف ذا سموث مسل سببها هنا الهايبرتنشن. طبعا احنا قلنا السيستيك ميديال ديجنريشن ممكن يكون انهرتد دي تو مارفان سيندروم، وممكن يكون اكوايرد مثل الهايبرتنشن او ايضا اثيروسكلروسيس طبعا يسبب لكم سيستيك ميديال ديجنريشن. بس الفرق الاثيروسكلروسيس يسوي لكم بس انيوريزم، لكن الهايبرتنشن ممكن يسوي لكم انيوريزم خصوصا الثوراسيك اورتيك انيوريزم، وممكن يسبب لكم داسكشن اورتيك داسكشن. طبعا اكو موضوع كلش مهم، من يذكر الايورتيك داسكشن؟ من يذكر الايورتيك داسكشن؟ يذكرون دائما يذكروا الديباكي كلاسيفيكيشن. ديباكي كلاسيفيكيشن، ديباكي هو جراح قلب امريكي، جراح قلب امريكي قسم الايرتيك دايسكشن الى قسمين، او اسف ثري تايبس، تايب 1 تايب 2 تايب 3، تايب 1 تايب 2 تايب 3. مثل ما تشوفون هذا مخطط للاورتا، هذا الايرتيك فالف، ثم الازندق اورتا ايرتيك ارت ديزندق اورتا، هذا كله الثراسيك اورتا، بعدين الابدومينال اورتا والايرتيك بايفوركيشن. اذا صار انتمال تير وبالتالي aortic dissection هنا، والدايسكشن involve both ascending and descending aorta، ascending and descending aorta هذا يسموه type 1. اذا aortic dissection involve only the ascending aorta type 2، type 2 اذا ascending و descending او ascending هذا type 1 هذا type 2. اذا التير صاير beyond the origin of subclavian artery يعني بالديزندنج، خلينا نقول بالديزندنج involve only the descending aorta and distally هذا يسموه type 3. فعندكم type 1 type 2 type 3. سهلوا الكلاسيفيكيشن مال ديباكي الى type A و type B، type A و type B. قالوا انه الدايسكشن that involve the descending aorta هو type A، اي dissection involve ascending aorta هو type A، فسموه type A dissection او proximal dissection. فاذا dissection involve ascending aorta، اذا dissection involve ascending aorta هذا type A، هذا type A. إذا الدايسكشن انفولف الديزندنج اورتا هذا التايب بي. زين ليش هذا التقسيم؟ شنو فائدته؟ يعني هو في كل الحالات دايسكشن، ليش دي يقسموه؟ دي يقسموه أولا حتى يعرفون خطورة الموقف. يعني التايب اي أخطر من التايب بي، التايب اي دايسكشن أخطر من التايب بي. التايب اي دايسكشن السرفايفل ريت مالته يوصل 40 إلى 60%، بينما التايب بي السرفايفل ريت 75%. فإذا مريض صار عنده تايب A dissection ممكن يموت، تايب B ممكن يموت أيضا بس احتمالية الموت مالته أقل. التايب A يحتاج عملية عاجلة، التايب B ممكن العملية تتأخر، ممكن العملية تتأخر أو حتى يعني احتمال ينطوا علاج إلى أن يسوي العملية. فإذا يا الأخطر تايب A، التايب A dissection أخطر من التايب B. فإذا أهمية الكلاسيفيكيشن whether ديباكي أو تايب A و تايب B اللي اختصروها هو for prognostic purposes، for prognostic purposes. ليش قسمنا الدايسكشن؟ for prognostic purposes. فإذا يسووا الأشعة على المريض ويكتشفون هذا المريض عنده تايب A دايسكشن، هذا عملية عاجلة، عملية طارئة. زين احكينا على ال causes of dissection، احكينا على ال pathogenesis وال morphology وال classification. اخر شيء حنحكي clinically المريض اللي يصير عنده aortic dissection شي يحس؟ اولا يحس ب chest pain، الم بالصدر، بس هذا الالم يكون severe excruciating stabbing or tearing pain، الم شديد قوي مثل ألم الجلطة القلبية ويمكن حتى أشد. هذا الألم يبدي في منتصف الصدر ويضرب وينتقل يضرب الظهر، يعني start in the anterior chest and radiate posteriorly in between the scapula
بتوين لوح البتوين اسكابيولا اللي هي لوح الكتف. فيجيك المريض للطوارئ ألم شديد يقول لك بصدري مثل السكاكين، تضرب بصدري وتطلع لي ورا، فرأسا تشك هذا احتمال ايرتيك داسكشن. فطبعا تسأله يابا عندك ضغط، تقيس ضغطه، تلقي ضغطه مرتفع كلش، احيانا اذا صار نزيف حتى تلقي ضغطه منخفض لانه النزيف يسبب هبوط بالضغط. احيانا حتى يجيكم يعني شلون نقول خربان فاقد للوعي، لان هذا اهل النزيف الداخلي اذا استمر، وهذا اورطه طبعا، يستمر فتره بسيطه ممكن حتى يفقد الوعي المريض، لانه الدم حيقل وصوله للدماغ، لانه هذا الدم اصلا ما يوصل لاجزاء الجسم، فيصير عند البيشنت سينكوبي او شوك، فيتخربط المريض وصلك للطوارئ، ضغطه منخفض. فتسال الريلاتيف، تسال ذوي المرض، يا بش بيه؟ والله شكل من صدره، وجع صدره، ووقع فجأة. فطبعا تسوي له تخطيط قلب، تشوف التخطيط القلب ما بي علامات الجلطة القلبية، فيسوي له عاد أشعة، ومن خلال الأشعة يكتشفون هذا عنده aortic dissection، فطبعا يسوي له عملية طارئة. فإذا chest pain، شنو complication، شنو complication of aortic dissection؟ قلنا rupture. هذا dissection الدم ده يتجمع بالميديا، فإذا يطلع برا الميديا يعني يطلع برا البلد فيزل يسبب نزيف. فتخيلوا الدم ده يفوت باللومن عن طريق الانتمالتي عن طريق الميديا والبرا، فطبعا يصير انترنال هيموراج ويصير كارديوجينيك شوك وممكن يموت المريض. هاي واحدة. المشكلة الثانية كاردياك انفولفمنت. احنا قلنا ممكن الدايسكشن اكستند من الأورتا بروكسيمالي توارد ذا هارت، فإذا أثر على الفالف مثلا، على الفالف لأنه بداية الأورتا هو الأورتيك فالف، إذا أثر على الفالف هذا التير يسبب لكم أورتيك انسفشنسي، تهدر في صمامات القلب. إذا هذا الإكستنشن امتد طلع الانتيمال تير من يعني سوى إكستنشن من الأورتا تو ذا هارت تو ذا بيريكارديوم، يسوي عندك كاردياك تامبونيت اللي حكينا عليه، ممكن يسبب لكم جلطة قلبية. شلون جلطة قلبية؟ هذا الدم المتجمع يعني هذا الدم المتجمع ممكن يضغط مال الاورتل يعني الايورتيك دايسكشن، ممكن قريب ويسوي اكستنشن تو ذا كورونريز الشرايين التاجيه اللي تزود الهارت وتضغط عليه، لان هذا الدم ده يتجمع تضغط على الكورونري ارتريز او على البرونجات مال الكورونري ارتريز، فسبب لكم اسكيميا، واسكيميا ان ذا هارت مسل كولد انفاكشن مايوكارديال انفاكشن. فهذا cardiac involvement، إذا rupture يسبب لكم hemorrhage، cardiac involvement على شكل cardiac tamponade أو aortic valve insufficiency أو myocardial infarction، بعد obstruction of the vessel، extension of the tear أو extension of the dissection يمتد يروح مثلا involve the subclavian artery أو femoral artery أو renal artery. يعني تصوروا الاكستنشن الدايسكشن بادي مثلا بالثوراسيك اورتا، بس يستمر ويمتد لحد الرينال ارتري، قريب من الرينال ارتري، فيضغط على الرينال ارتري فايضا يسبب اسكيميا، وبالتالي يسبب لكم رينال انفاركشن. اذا سوى اكستنشن للسبكليفين ارتري يسبب لكم اسكيميا بالابر ارم مثل ما قلنا، وهكذا. فاذا رابتشر كارديك انفولفمنت اوبستراكشن اوف ذا فيزل، كلها مشاكل لل ايورتيك دايسكشن. وطبعا هو بحد ذاته rupture of aortic dissection the most common complication هو rupture، يسبب لكم internal hemorrhage هو fatal bleeding، فيموت المريض. طبعا انتهى التوتوريال، حكينا على aneurysm وحكينا على dissection. قلنا الانيوريزم هو dilation of the heart or blood vessel، والcomplication مالته عادة rupture ايضا او thrombosis. حكينا على dissection وقلنا dissection هو accumulation of the blood through the layers of the media of the blood vessel، وقلنا مشاكل الربطة cardiac involvement obstruction، حكينا على أسباب ال dissection وحكينا على أسباب الأنيورزم قبلها. شكرا جزيلا.